السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع محاضرة بعنوان Acute Severe Asthma، طبعا هي من ضمن محاضرات المرحلة الثانية لمعهد الصحة العالي قسم التخدير، وهذه المحاضرة تم إعدادها من ضمن التعليم الإلكتروني. موضوعنا راح يكون Acute Severe Asthma أو ما كان يعرف سابقا بالستاتس أسماتيكس. بداية عندنا تعريف مهمة لازم نعرفها، اللي هو الأسما. Asthma is a chronic disease of respiratory tract characterized by wheezing, dyspnea, and cough due to airway inflammation and obstruction, showing evidence of reversibility of obstruction. فهي حالة مزمنة للمجرى التنفسي تتميز بوجود الويزنج اللي هو صفير أثناء التنفس، dyspnea ضيق النفس، وكف اللي هو السعال. وهذا يحدث due to airway inflammation، التهاب القصبات الهوائية أو المجاري التنفسية بصورة عامة، و كذلك وجود انسداد فيها. طبعا المميز بهذا الأسماء انه evidence of reversibility of obstruction، هذا الانسداد اللي راح يكون عندي بالأسماء، وهذه الأعراض كلها بالإمكان انه تختفي او تروح في مرحلة معينة استجابة لعلاج او تغير وضع المريض الصحي. بالنسبة للسفير او الاكيوت سيفير اسما وما كان يعرف بالستاتس اسماتيكس، هو عباره عن لايف ثريتنينج ميديكال ايمرجنسي اوف اكيوت اكساسربيشن اوف اسما ذات نوت ريسبوند تو كونفنشنال ثيرابي اند ماي بروجرس تو ريسبيراتوري فيلير. اولا هو تعتبر حاله مهدده للحياه، وتعتبر موست امبورتنت ميديكال ايمرجنسي، تحدث نتيجه تفاقم حاله الربو عند المريض. ومن النقاط المهمة في تعريف الأكيوت سيفير أسما أنه نوت ريسبوند تو كونفنشنال ثيرابي، ما يستجيب للعلاج الاعتيادي أو المعروف اللي يستلمه المريض سواء في البيت أو حتى في الطوارئ، وبالتالي من المحتمل أن يتحول إلى ريسبيراتوري فيلير، عجز في التنفس. شنو الريسك فاكتور اللي نجدها في المريض واللي محتمل أنه تنطيني فد علامات ان هذا المريض في وقت معين راح يكون يعاني من اكيوت سيفير اسما؟ الريسك فاكتور الموجوده اولا هي بريفيوس نير فيتال اسما، وخصوصا اذا كان هناك دخول للمريض لوحده العنايه المركزه في فتره من الفترات حياته نتيجه تعرضه للاكيوت سيفير اسما سابقا. فاذا كان عنده نير فيتال اسما في مرحلة معينة من مراحل حياته، هذا من المحتمل انه في اي وقت راح يكون عنده ايضا acute severe asthma. الريسك فاكتور الاخر هو previous admission for asthma especially in the preceding year، دخول متكرر للمريض للمستشفى بسبب حالات الربو، وخصوصا في السنة السابقة لحالة المريض الحالية خلال آخر سنة. إذا كان هناك دخول متعدد للمريض بسبب الربو، فهذا ينطينا أنه هذا المريض معرض أو عنده خطر أنه يتحول إلى acute severe asthma. ثالثا 3 or more class of asthma medication، استخدام المريض لثلاثة أو أكثر من ثلاثة أنواع من الأدوية الخاصة بالربو، هذا أيضا يضع المريض في حالة ريسك أنه يتحول إلى acute severe asthma في أي وقت. Heavy or increasing use of beta 2 agonists، إذا شفنا المريض يستخدم البيتا 2 أغونست اللي هو واحد من أنواع العلاج اللي يستخدم للأسما بصورة متكررة أو بصورة كثيفة، يعني جاي يستخدمه بجرعات عالية، هذا معناها أكو ريسك أنه يتحول إلى acute severe asthma. و frequent emergency contact for asthma case especially in the preceding year، إذا كان هناك دخول متعدد مثل ما تكلمنا عن المريض لحالة الطوارئ، يعاني من تضيق شديد في القصبات الهوائية والمجرى التنفسي وحالات ربو حادة، من المحتمل أنه يكون هناك خطر لتحول هذه الحالة إلى acute severe asthma. كيف يتم تشخيص المريض في حالة acute severe asthma؟ الدايجنوز تتكون من نقطتين مهمات اللي هي focus history and clinical assessment. فإحنا لازم نسوي فد اسسمنت سريع للمريض عند دخوله للطوارئ. هذا الشيء يتضمن الهيستوري، والهيستوري هنا كلش مهم حتى نعرف اسباب تفاقم الوضع المريض. الهيستوري اللي لازم نركز عليه اولا onset of current exacerbation، ايش قد صار الحاله من بدت عنده،
تكرار هذه الحالة كم مرة صارت عنده خلال هالفترة هذه أو خصوصا في السنة الأخيرة، حدة أو شدة العلامات عند المريض خصوصا في أوقات الليل أو أوقات النهار. عادة هذه الأعراض للأسمة تجينا at night، يعني وقت الليل تبدي الأعراض المريض تتفاقم. activity limitation، إيش قد وضع المريض الصحي بسبب الربو أو بسبب الأسمة مخلي المريض أنه يتقيد أو ما يجري أي فعاليات حياتية يومية، ممارسة الرياضة، الركض، المشي، أي ممارسة أي فعاليات أحيانا قد تحد بسبب حدة أعراض الربو. frequency of bronchodilator use، كم مرة باليوم يستخدم الموسعات القصبات الهوائية وخصوصا البخاخات الموجودة يستخدمها بالمنزل أو حتى في حال دخوله للمستشفى. شنو الأدوية اللي جاي يستخدمها حاليا، كم عددها، كم الجرعة اللي جاي يستخدمها، وإذا أكو عندنا potential triggers شنو سبب تفاقم حالة المريض. أحيانا يجي أنه متعرض لاستنشاق مواد كيميائية أو تعرض لغبار أو تراب، أحيانا وجود التهاب في القصبات الهوائية والتهاب في الرئتين قد يؤدي إلى تفاقم حالة الأسمة أو غيرها من الأسباب اللي من الممكن أنه تكون سبب في تفاقم حالة المريض. بالنسبة للكلينيكال أسسمنت، The patients with severe asthma should include physical examination and lung function test. هنا لازم يكون عندي physical examination اللي هو فحص السريري للمريض كاملا، وهذا يتضمن The patients will usually appear pink. عادة المريض لما ننظر للون البشرة مالته راح يكون ضمن الطبيعي، أما إذا كان هناك cyanosis أي زرقاق في المريض خصوصا في الشفاه فهذا معناها انه الكونديشن سيريس، وهذه فد علامات خطره لتقدم حاله الأسمة عند المريض. The respiratory rate is raised، راح نشوف المريض يصير عنده تاكيبنيا، وبالاضافه الى التاكيبنيا راح يصير عنده تاكيكارديا، وهذه التاكيكارديا تحدث بسبب السمباتيك ستيميليشن للمريض. Using of accessory muscle، عادة نشوف المريض من يتنفس with hyperinflation chest، يعني يحاول انه يعني يملي الشيست بالهواء، تشوف انه hunger of air يعني يحاول يسحب الهواء بكل قوة، و hyperinflation of the chest تشوف الشيست عادة صدر المريض يعني يرتفع بمستويات عالية لغرض تحقيق يعني افضل حالة oxygenation للدم. expiratory pause become more prolonged، هنا نشوف المريض احيانا من ياخذ من يتنفس بالانسبيريشن قلنا ياخذ نفس كلش قوي وهانجر اوف اير، وبعد الاكسبيريشن راح عفوا الاكسبيريشن راح يكون فترته لاطول. سبب امتداد فترة الإكسبيريشن هو أنه تضيق القصبات الهوائية فيعطي مجال أكثر لإخراج كل الإكسهليشن، يعني المريض لما يبدأ يأخذ نفس راح يعطي وقت أطول للإكسبيريشن، لأنه تعرف تضيق القصبات الهوائية يؤدي إلى بطء في الإكسهليشن، بطء في عملية الزفير، ففي هذه الحالة راح نشوف أنه الإكسبيريتوري فيس راح تمتد لفترة أطول من الطبيعي. ويزز اللي عادة نشوفه بالإكسبيراتري، لكن إذا شفناه بالإنسبيراتري راح يكون معناها الحالة وصلت إلى more severe asthma. very tight chest may not wheeze at all due to poor air entry. أحيانا يوصل المريض مرحلة silent chest، وهذا silent chest معناه أن المريض عنده فت severe bronchospasm بحيث ما نقدر نسمع الair entry للchest، وهذه أيضا من علامات السيفيرتي والسيريوس ساين أوف أسمة. وكذلك anxiety and alteration in mental status. anxiety due to sympathetic stimulation due to feeling of the patient impending failure، يحس أنه نفسه بعد ما يقدر يتنفس بسهولة، صعوبة عنده بالتنفس، صعوبة في استنشاق الهواء، فتبدأ عنده anxiety. وفي حال وصول مستويات الأكسجين إلى مستويات متدنية احتمال يوصل المريض إلى alteration in the mental status، راح يبدي وعي المريض يتشوش أو تحدث في اختلاجات للوعي.
وعندنا النقطة الثانية بالكلينيكال اسسمنتس هو ميجرمنتس اوف ذا لانج فانكشن، واحنا ان شاء الله عندنا محاضرة خاصة باللانج فانكشن تيست راح نتكلم عنها. بس هنا لازم نركز على نقطتين بالميجرمنتس اوف ذا لانج فانكشن اللي هي الفورست اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند وبيك اكسبيراتوري فلو ريت. هذه النقطتين هن الاساسيات واللي تقريبا يقدر يحدد لي السيفيريتي اوف اسما بالمريض اللي يعاني من الاكيوت سيفير اسما. Presentation of patients with life threatening asthma. شلون راح يجيني المريض اللي يعاني من الاكيوت سيفير اسما؟ وهذه الملاحظه كلش مهمه، ولازم نعرف انه شنو العلامات اللي يجيني بها المريض حتى اميز انه هذا المريض يعاني من اكيوت سيفير اسما او هي حاله اسما اعتياديه. اولا البيك اكسبيراتور فلو ريت راح يكون اقل من 33 بيست اور بريدكتد بالبلمونري فانكشن تيست. ثانيا اكسجين ساتوريشن اس بي او 2 راح يكون اقل من 92%. ثالثا سايلنت تشيست سايانوسيس او بور ريسبيراتوري افورت، صعوبه التنفس للمريض وعدم قدرته على التنفس، وجود سايانوسيس الازرقاق وسايلنت تشيست لما نخلي السماعه على التشيست ما راح نسمع اي اير انتري، هذه من السيريوس ساين اوف اكيوت سيفير اسما. ارثميا اور هايبوتنشن، وهذا قلنا بسبب السمباتيك ستيميليشن. اكزوشن اند الترت كونشسنس، اذا وصل لمرحله المريض للارهاق التنفسي ووصل مرحله الريسبيراتوري فيلير المريض ما يقدر يعني يتنفس بسهوله او يواجه صعوبه عاليه في التنفس، ويوصل مرحله الالترد كونشسنس هنا راح يبدي الوعي مالته يبدي يتغير ويدخل في مرحله فقدان الوعي في حال استمرت الاكيوت سيفير اسما لوقت اطول. مانجمنت، شلون نبدا نعالج المريض اللي يعاني من الاكيوت سيفير اسما؟ اولا هاي دوز شورت اكتنج بيتا 2 اجونست ديليفرد باي متر دوز انهيلر اور فيا ذا نيبولايزر ريمين ذا مين ستاي اوف ارجنت تريتمنت. احنا عندنا العلاج الاساسي والرئيسي والاول هو استخدام البخاخ او الرذاذ اللي يستخدم عاده في المنزل، او نيبولايزر المبخرات او اللي نستخدمها داخل المستشفيات عفوا، او حتى بعض المرضى عندهم في المنازل يستخدمون هذه المبخرات لغرض، طبعا يستخدم العلاج بها هو شورت اكتنج بيتا 2 اجونست لانه يعتبر الاكثر فعاليه في التخلص من التضايق القصبات الهوائيه في حاله الربو. Subcutaneous therapy should be considered in patients not responding adequately to inhaled beta agonist. في حال انه شفنا المريض ما يستجيب للانهيليشن للتبخير او للبخاخات، هنا راح نتحول الى استخدام هذه البيتا 2 اجونست تحت الجلد، تزرق تحت الجلد لغرض اعطاء نتائج افضل. كورتيكوستيرويدز، استخدام كورتيكوستيرويدز معظم المرضى راح نشوفهم يحتاجون الى سيستميك كورتيكوستيرويد حتى ريزولف ذا سيمتومز اند بريفنت ريلابس. احنا الكورتيكوستيرويد عاده نستخدمه هو اثناء ما يدخل المريض المستشفى او ما يعاني من حاله الاكيوت سيفير اسما، نستخدم السيستميك يعني نزرق الادويه عن طريق الوريد لغرض تحقيق افضل نتائج او محاوله يعني التخلص من التضايق الصبغات الهوائيه، ويمنعني ايضا رجوع الحاله في اوقات لاحقه للمريض. اوكسجين to correct the ventilation perfusion mismatch and hypoxemia، حتى نعدل نسبة نقص الأكسجين بالدم، هنا راح ندي نستخدم الأكسجين للمرضى اللي يعانون من acute severe asthma. anticholinergic they produce less bronchodilation to peak at peak effect than beta agonist.
نستخدم الانتيكولينرجيك اللي هي ايضا عن طريق البخاخات او عن طريق النوبلايزر، وفعاليتها طبعا هي اقل من البيتا اغونست، لكن بالامكان استخدامها ان كومبايند في حال شفنا ماكو استجابه للبيتا 2 اغونست، فنقدر نستخدم معها الانتيكولينرجيك دراج. ثيوفلين يعتبر inferior to beta agonist in emergency room treatment of asthma. الثيوفلين ما يعتبر هو يعني العلاج الأول أو الخط الأول بالعلاج بالنسبة للأكيوت سيفير أسما، وإنما يعتبر أقل فعالية وأقل تأثير من البيتا 2 أجونست، فيبقى البيتا 2 أجونست هو الخط الأول بالعلاج، وفي حالة عدم استجابة نبدأ نستخدم الأدوية الأخرى مثل ما قلنا الأنتيكولينرجيك والثيوفلين. مغنيسيوم سلفيت، طبعا المغنيسيوم سلفيت نعطي عادة انترافيناسلي، ولقوا انه المغنيسيوم سلفيت ينفع في حالات الريفراكتوري اسما، يعني حالات الربو اللي ما تستجيب حتى الادويه اللي ذكرناها البخاخ وغيرها، اذا شفنا ماكو اي استجابه هنا راح نبدا نتحول على المغنيسيوم سلفيت اذا ماكو اي استجابه لبقيه الادويه، فبالامكان استخدامه وريديا. طبعا عندنا الهيلوكس، الهيلوكس اللي هو عبارة عن ميكسشر اوف هيليوم اند اوكسجين. الغاية من استخدام الهيلوكس انه هذا الغاز يعتبر اقل دينستي من الهواء وحتى من الاوكسجين نفس الوحدة، فهنا راح يقلل لي الايروي ريزيستنس، وبهذه الحالة راح يحاول انه ينقل الاوكسجين معه لانه عبارة عن ميكسشر هيليوم واكسجين، راح ينقل الاكسجين بصوره اسهل للمريض في حال استخدامه، وبهذا يقلل لي ورك اوف بريثنج اند ديليد انسبيراتوري مسل فتيج، يقلل لي الورك اوف بريثنج الجهد اللي بذله المريض في حاله التنفس، وكذلك يقلل لي تحول الفتره يعني ياخر لي مده تحول المريض الى ريسبيراتوري فيلر، لانه يسهل نقل الاكسجين للرئتين باستخدام الهيليوم معه. واخيرا الميكانيكال فنتيليشن، في حال وصل المريض مرحله الفتيك او ريسبيراتوري فيلير هنا راح نبدا نستخدم الميكانيكال فنتيليشن على اعتبار هو الخطوه الاخيره في المانجمنت اوف ذا بيشنت وذ اكيوت سيفير اسما. بيشنتس وذ بي اي اف ار ليس ذان 50% اوف بروتكتد هو exhibit an increase in PaCO2 level and declining mental status are candidate for intubation. إذا وصل المريض مرحلة إنه بالبولمونري فانكشن تيست لقينا الـ PEFR أقل من 50% أو أن المريض شفنا الـ PaCO2 level بدأ بالتزايد وبدأ المريض يفقد الوعي او يبدي عنده تشوش في الوعي، هنا المريض لازم نبدي مرحله الانتوبيشن وربطه على الميكانيكال فنتليتر. طبعا عندنا نون انفيزيف فنتليشن وذ باي ليفل بوزيتيف ايرواي باي باب مي بي يوزد وايل اويتنج ذا افكتس اوف اكيوت تريتمنت بروفايدنج ذات كونشسنس اند ابيليتي تو بروتكت ذا ايرواي هاف نوت بين كومبرومايزد. احنا نقدر نبدي بالنون انفيزيف فنتيليشن عن طريق النون انفيزيف ماسك ونستخدم الباي ليفل. هنا يشترط في انه يكون المريض بوعي كامل وعنده قابليه على مينتيننس اوف ذا اير واي حتى لا يصير عندنا حاله اسبيريشن. هنا راح نبدي معاوله الباي ليفل بين ما تبدي فعاليه الادويه اللي استخدمناها في توسيع القصبات الهوائيه ومنع دخول المريض بالريسبيراتوري فيلر. شكرا جزيلا، واي اسئله بالامكان طرحها عن طريق التعليقات لغرض اجابتها. المحاضره كانت مختصره لانه ضمن حدود المنهج المحدد لطلبه معهد الصحه العاليه. شكرا جزيلا والى اللقاء.